ينضم إلينا عبر الهاتف من جنيف أحمد رمضان، رئيس الدائرة الإعلامية وعضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري المعارض. مرحبا بك معنا سيد أحمد. إذا ما حاولنا تضييق مساحة العناوين العريضة التي كانت تطرح سابقا في اجتماعات جنيف، ما هو عنوان جولة اليوم؟ هل نستطيع القول أنه الهدن، توقيع اتفاقات على الأرض؟ يعني أستطيع أن أقول أن الجولة الراهنة ستكون امتداد للجولة السابقة أولا، وأيضا من ناحية أخرى سوف تعمل على تثبيت ما يتم التوافق عليه في اللقاءات التقنية الخاصة بالمحاور الأربعة التي سبقها أن طرحها دبستورة، وهي الانتقال السياسي والانتخابات والآليات الدستورية والحكم، وقطعت شوطا مهما خلال أربع جولات الآن من اللقاءات التقنية بين وفد الهيئة العليا والأمم المتحدة. في مقابل ذلك لا شك أن مسألة وقف إطلاق النار أو خفض التصعيد كما يسمى في بعض الأحيان هي دافع مهم جدا لإنجاح العملية السياسية في جنيف ولإمكانية أيضا أن يتحقق تقدم في هذه العملية، لكن ليس متوقعا أن تحدث معجزة أو اختراق كبير في هذه الجولة. أستطيع أن أقول أن النظام ما زال ليس مستعدا للخوض الفعلي في المفاوضات، هو يقرن اللقاءات التقنية بالعملية التفاوضية، أي يضيق عليها المساحة الزمنية من ناحية، ومن ناحية ثانية يحاول أن لا يدخل في صلب العملية السياسية حتى الآن. يعني هذا الكلام الذي أسمعه من حضرتك أستاذ أحمد أن النظام غير جدي وأنه لا يعطي مساحة كبيرة للأخذ والرد ويلعب على موضوع الوتر، هذه الجولة السابعة، هذا الكلام ليس بجدي، لماذا تذهبون إذن إلى جنيف وتضيعون وقتكم إن كان النظام غير جديا؟ هذا سؤال جدا مهم حقيقة، لأن ما يجري الآن في جنيف ليس مفاوضات مباشرة بين وفد الهيئة العليا والمعارضة والنظام، ما يجري فعليا هو محادثات مع الأمم المتحدة، ويتم التوصل الآن لكل النقاط التي أشرت إليها قبل قليل فيما يتعلق بالمحاور الأربعة بتفاهمات واتفاقات مع الأمم المتحدة، وهذا يؤكد أن المعارضة جاهزة بالتفاصيل، يعني بمعنى لا نتحدث عن عناوين عامة، نحن نتحدث عن تفاصيل حقيقية، بينما النظام يحجم عن هذه العملية. إذن عندما نذهب الآن إلى الأمم المتحدة أو إلى مجلس الأمن سيكون الفرق واضح جدا الآن بين طرح تطرحه المعارضة وهو جاهز للانتقال السياسي ولفكرة البديل أيضا في سوريا، وبين النظام يحجم حتى الآن عن الموضوع. وأعتقد أن التطورات التي تجري على الأرض الآن تعطي مزيد من المؤشرات بأن النظام يفقد قدرته على التأثير ليس على المستوى الميداني وإنما على المستوى السياسي أيضا. طيب، هل هناك ضغوط حقيقية للدفع بالعملية السلمية اليوم والمفاوضات وما يجري في جنيف أستاذ أحمد إذا ما قارناها بالجولات السابقة، خاصة مع التقارب الأمريكي الروسي في بعض القضايا المختصة بالشأن السوري؟ يعني بعض الملفات لا شك أن هذه تطورات مهمة للغاية، لأنها تجرد النظام وحلفائه أيضا تحديدا الإيراني من أي فرصة لتقويض العملية السياسية من ناحية، ومن إمكانية أيضا اللعب على التطورات في الميدان والداخل من أجل دائما إعاقة أي تقدم في المفاوضات. وبالتالي ما جرى حتى الآن خاصة على مستوى التهدئة وعلى مستوى أحيانا وقف إطلاق النار كمان جرى في الجنوب يعطي مؤشر إضافي على إمكانية أن يضطر النظام في نهاية المطاف لمواجهة الاستحقاق. يعني هذا إذا ما صمد، يعني اليوم قبل قليل كنا نتابع تطورات الجنوب السوري أقل من 24 ساعة وبدأت الخروقات من قبل النظام، لا هدنة تصمد حتى الآن. صحيح، النظام والجانب الإيراني، وهذا الموضوع فعليا نحن الآن في اجتماع على مستوى الهيئة العليا والوفد المفاوض ونبحث هذه النقطة تحديدا، وهناك اتصال يجري مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بهذه القضية، لأن الهجوم تزامن أيضا مع المؤتمر الصحفي للمبعوث الخاص دبستورة، وبالتالي كان هناك رسالة إيرانية عبر النظام بأن هذه الهدنة فعليا لن تصمد
وعلى الأطراف التي وقعت عليها أن تجيب هؤلاء الذين يريدون العبث كل مرة. نعم، شكرا جزيلا أستاذ أحمد رمضان رئيس الدائرة الإعلامية وعضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري المعارض، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من جنيف.